محكمة. تقاعدت وصرت أنا فاضي، وأصبحت في بيتي قاضي، أحكم والعدل أساسي يا عيالي وأهلي وناسي. تتمنى هالمحكمة في البيت تجمعنا وترضي الجميع، قاضي قضى بيننا منا ولينا، بالحكم نرضى ونوافق كلنا، أي مشكلة وأي خلاف ومعضلة تنحل بالود ما بيننا. يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا. انا زوجي تاجر اغنام والعيشه والله اذيه، ريحه اغنامي عنبر لا بتصبح ولا بتعطر، متميز بأحلى أسلوب فنان ولا حد داري، موهوب يا ناس محبوب أرجوكم حسوا بناري، متميز بأحلى أسلوب فنان ولا حد داري، موهوب يا ناس محبوب أرجوكم حسوا بناري. أنا لازم أسوي كل شيء ومطلب مالي يصير يصير، وما في صبر وما في شوي وما في كف من أي شيء، مصلحتي هي هدف معاكي هاند باي هاند، عادل وخسر وقالوا لي I'm so bad 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 bad. يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ارضينا. فلستيني وخربتي بيتي وما خليتي لي شي، بعد فقري بس شغفتي خليني من راتبي شوي. محكمة. زين يا عم اتصلت يا فلاح، اقول لك اسمع، اليوم طال عمرك ما بغيتك تعتذر الدبش مضحى، ابيك تغرهم ماي لان العسل بغابيع كم من راس، وركز على هذيل غره غره ماي هذي شمشوم والتفرفير هلا يفتر عنك يسهر مين. لا ما عليك ما عليك ما بتخاف، ركز بشغلك قلت لك روح، ويوم ابغاك بدك الكرنة. والله رأيان هذا الوقت ما في محترم، احنا اول غير غير اول غير غير. رأي انت ما تفتح على وجهك، راعي ما تعطي له 100 ريال في الشهر، بعدك يوم تبغاه سوي له رنة، تستحي على وجهك شوية. ترى خلص رصيدي، وبعدين هو من لا لا الرصيد من وين؟ ها؟ ما من راتبه؟ وراتبه من منك؟ ترى مني. والله انا اشك في الجمله الاخيره هذه، اشك على طيبك. خلوا عنكم السوالف والثرثره وتريقوا لا يبرد الاكل. الا وين يوسف؟ يوسف راح على المدرسه. مو قلت هسه يا هزار مدرسه يدوس يعرف جوك هدي عمل
ابوي العرس يبغى له مصاريف، يبغى له غوازي، يبغى له ناس. يعني ما هو ذا ما حتى الوظيفه ما محصل بعده. والله عمي شكله بدا جد يفكر في الزواج، اخاف يسويها ويتزوج. وش فيك تكلم نفسك يا عادل؟ ها؟ لا ما في شيء يا ابوي. اشوفك هالايام ما تشتغل. والله يا ابوي الفنان صاير مثل السلعه يا ابوي. تصور يحاسبوه مثل ما يحاسبوا العامل العادي. توك عارف هالشيء؟ المهم انه يشتغل ويقدر يجيب اكل عشان ياكل. وانت بس هذا همش بطنك وخلاص؟ ما تفكر في شيء ثاني؟ هلو، مرحبا. ايوه هذا منزل عبد الله ابو زوجي انا والقاضي سابقا. ايش؟ من؟ مركز الشرطه؟ انزل ليش؟ ايش؟ من؟ لا 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 وراس امك. اسفه اسفه انفعلت شوي. لحظه لحظه بنادي لحظه. عمي عبد الله. عمي عبد الله تعال، اتصال من مركز الشرطه، يمكن قضيه جديده. تعال عمي، والله وقام حظك يا عمي. تعال يمكن يرجعوك الشغل. عمي عبد الله. السلام عليكم، ايش رايك نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسه. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صاله عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الان اكبر اثاره من تويوتا، اربحوا 20 سياره كورولا خدمه تصل الى 3 سنوات او 60,000 كيلومتر، تسجيل وتامين لمده عام وقسائم شراء. اكيد شركه النورس للنقل والتخليص الجمركي، متخصصون بانظمه النقل الكامله ومجموعه كامله من الخدمات اللوجستيه، كذلك خدمه المشاريع من التخطيط وحتى الانجاز للشحنات من مختلف الأحجام والكميات. خبرة لا تضاهى في أعمال الشحن الجوي والبحري العالمية في مختلف أنحاء العالم. رسالتنا تقديم خدمات تعزز نوعية الحياة لجميع العملاء. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أغصان البركة للمأكولات العمانية، مأكولات عمانية بتشكيلات متنوعة بطعمها الأصيل، ومأكولات عربية وعالمية بإشراف طهاة عمانيين ذو خبرة طويلة. أغصان البركة للمأكولات العمانية، ملتزمون بالطعم الأصيل. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يا جماعة وبعدين ممكن أعرف مو مستوي؟ ترى أنا منكم وفيكم ما غريب، ولا أنا غلطان يعني؟ ماهري إيش رأيكم أروح مركز الشرطة وأشوف إيش صاير وليش طالبين أبوي؟ أبوي بسش من ضد طعران. يي إيش فيك فاضل؟ وبعدين أساساً أنتوا ليش خايفانين؟ عمي عبد الله متعود على المراكز والمحاكم، يعني عادي. يمكن حد من ربعه عنده مشكلة وراح يطلعه ويساعده. أولاً أبو عبد الله ما يتوسط علشان حد، لأنه يعتبر هذه المسألة تعدي على القانون والعدالة. ولا نسيته يوم كان قاضي؟ هذا يوم كان قاضي قاضي،
ما قاضي عائلي عندنا، يعني لازم يكون تغير او ممكن تغير. عمك ابو عبد الله لا يمكن يتغير. بعدين خليك في بطنك يا بطنين يا عديمة الاحساس. سمعت اللي قالته زوجة ابوك يا فاضل؟ عاجبك انت راضي بهذا الشيء؟ انا اقول اروح المركز احسن اطمن على ابوي، ولا انتم مو رايكم؟ لا يا فاضل، ابوي قال ما يريد حد يروح معاه، بس ليش صارت الفونه ما يرد؟ هذا اللي محيرني. يا جماعه اخوي عبد الله في شيء؟ خبروني، لا تضموا علي شيء، مالكم انتو؟ هذا اكيد هو. لا اكيد ما هو، لانه ابوي عنده مفتاح البيت، كان دخل لوحده. خير خير يا ولدي، خير. ايش صاير؟ ايش مستوي؟ وابوك ليش شلوا الشرطه؟ لا يكون هذا سرق ولا قاتل حد؟ اكيد 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 قتل حد فيكم. انا قلت من البدايه ان هذه المحكمه ما بتجيب لنا غير المشاكل، لكنكم ما سمعتوني، وش اسوي بكم؟ اسمع لي يا ولدي، انا ترى حاضر ومستعد اعين واعاون، اذا بغيتوا غرامه ولا كفاله انا حاضر، بس ها اذا جريمه لا ارجوك سامحوني ما اقدر. هنا وبعدين ليش يقتل؟ ها ها ها، هذا اكيد حكم على واحد فيكم بالاعدام. عسى بس يكون صالح يا ربي، بس مني ما اطيقه. بس يا ابو عماد يكفي، ارحمنا شويه. لا لا السالفه باين عليها مثل ما توقعت كبيره، بس ارجوك اذا رحت تزوره قول له لا يجيب طاري، لاني بصراحه أنا ما أحب المشاكل، وبعدين أنا ما أحب أتدخل في خصوصيات أحد، وهذه محكمتكم واستملوا بها، والسلام عليكم. أبو عادل حياك، يا هلا، تفضل 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 أبو عادل. محتار يا ملاك محتار، بس كل اللي عارفه إني أنا السبب في اللي صار. ولا معقولة والدي يسوي هذا الشيء؟ أول لما كنت على رأس عملي وكنت أمارس مهنتي كقاضي كنت مهتم فيه ومتابع دراسته، والحين لما تقاعدت صرت ما أفكر إلا في نفسي ونسيت والدي اللي آخرتها يغيب عن المدرسة ويروح مع الشباب ويحفظ، وكان ممكن يسوي حادث ويموت لا سمح الله. مالي الحمد لله على كل حال. وبعدين انت يا عبد الله مو مقصر في عيالك ولا في اي واحد منهم، حتى علاماته صارت دون المستوى، واذا استمر على هذا الحاله ممكن يرسم. لا انا لازم احاكمه على اهماله وعلى اذيته لنفسه والاخرين. كيف تشتكي على ولدك عند نفسك؟ نسيت انه انت قاضي وما يصير تكون القاضي والخصم بنفس الوقت. انا اقول انك تسامحه وتعطيه فرصه ثانيه، ان شاء الله الله يهدي وما يسويها مره ثانيه. والضمان؟ الضمان انك تنصحه. لا يا ملك لا، ولدي اخطأ ولازم ياخذ جزاه. كيف يعني؟ من؟ انا ناعمه يا عمي حضره القاضي. ناعمه شو تبي؟ اكيد بتشتكي على حد خذ منها تفاحه ولا برتقاله، لان هذه ما تشتكي الا على بطنها. بروح اشوفها. شر البليه دي ما يضحك. نعم يا نعمة، شو بغيتي؟ بعدين ايش فيك جاية تشترين شارات الخرفان؟ أنا مثل الخرفان؟ ما عليه، ماشي. ترى هذه فيها سب وقذف، وأنا ممكن أشتكي عليش، بس يلا قلبي كبير مسامحتنش. المهم وهو الأهم، مجلس العائلة المحترم طالبين اجتماع طارئ وفوري. يعني ايش؟ ما تريدوا تخبروني ايش اللي مكتوب في اوراقكم عشان اعرف اكتب نفسكم؟ حتى انت يا عمي زيد تضحك؟ طب انت مو عندك ها؟ في شيء؟ في شيء ها؟ هي انت يوسف ما يصير تجتمع معنا، انت متهم. متهم؟ وانت ما يهقيش لازم تقولي له يعني؟ وابوي هو ما يعرف شيء عن الموضوع؟ عادي عادي باكر بيعرف، إذا الخبر اليوم بفلوس باكر ببلاش. أقول حبيبي روح روح غرفتك لغاية ما يجيك استدعاء من المحكمة.
يعني كيف؟ الكل بيرفع علي قضية؟ طيب ليش؟ أنا إيش سويت وبإيش ضريتهم؟ ضرنا بأشياء كثيرة يا أبوي، أولاً سمعتنا، وبعدين تيرضيك يا أبوي إنه يطلع مع هالأولاد هذيلة ويجلس يفحص في السيارات ويطلع من مدرسته؟ يعني أنت هامت إنك سمعتنا ولا أخوك؟ اثنينهم يهموني، سمعتنا وأخوي. وأنت يا زيد؟ والله يا أخوي أنا جابوا لي هذه الورقة قالوا لي وقعها فوقعتها. لو كنت عارف إنها بتضر يوسف ما كنت أوقعها يعني. بس عادل وفاضل وصالح والبنات كلهم قالوا هذه هي من صالح يوسف. إذا حاكمت على فعلته وأنت تعرف كيف أنا محبتي حال يوسف. يعني انتوا الحين كلكم ما راضين على يوسف وتريدوا ترفعوا ضده قضية؟ نعم يا قضية القاضي. وانت ايش رايك يا ملاك؟ انا رايي اذا كانت المحاكمة راح تفيده فانا ايدها، ليش لا؟ ايه بدي قاضينا يتحرك فيه مشاعر لابوه، ما غير اني ملومك، انا صحيح اني ما عندي اولاد لكن الحق حق. انا صحيح اني احب التفحيط لكن خلاص راحت علينا. انت تبي تفحط انت السياره ما تعرف السوق. والحل يا جماعه؟ ليش ساكت يا ابو عادل؟ نبغي الحل. الحل عندي وانتم كلكم على حق، انا غلطان واعترف بهذا الغلط. انتوا لو كنتوا كلكم ما تحبوني ما قدمتوا علي شكوى، وصدقوني انا مستعد باي عقاب. انا اليوم حسيت انه مالي اي قيمه لما شفت نفسي خلف القضبان مع المجرمين والحرامية، وانكسرت أكثر لما شفت أبوي وهو يترجى الضابط كتب تعهد قدامي. أنا غلطان يا جماعة وتحت أمركم وأمر العدالة اللي كلنا وافقنا عليها، بس أرجوك يا أبوي سامحني وأنا راضي بأي عقاب ويستاهل اللي يصير فيني. السلام عليكم، ايش رايك نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسة. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صالة عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الان اكبر اثارة من تويوتا، اربحوا 20 سيارة كورولا خدمة تصل الى 3 سنوات او 60,000 كيلومتر، تسجيل وتأمين لمدة عام وقسائم شراء. اكيد. شركة النورس للنقل والتخليص الجمركي، متخصصون بأنظمة النقل الكاملة ومجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية، كذلك خدمة المشاريع من التخطيط وحتى الإنجاز للشحنات من مختلف الأحجام والكميات. خبرة لا تضاهى في أعمال الشحن الجوي والبحري العالمية في مختلف أنحاء العالم. رسالتنا تقديم خدمات تعزز نوعية الحياة لجميع العملاء. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أغصان البركة للمأكولات العمانية، مأكولات عمانية بتشكيلات متنوعة بطعمها الأصيل، ومأكولات عربية وعالمية بإشراف طهاة عمانيين ذو خبرة طويلة. أغصان البركة للمأكولات العمانية، ملتزمون بالطعم الأصيل. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تفضل. تصيحي انزين ليش يا سوسن تصيحي ليش؟ يعني هم بس اللي يعرفوا يرفعوا علينا قضايا بالمحاكم؟ خايفة يطلقني. لا تخافي، اصلا صالح يحبش يموت عليش، وبعدين ترى هذا الشيء من صالحه. اي والله من صالحه، ما فيها شيء اذا كان يحب الغنم، هذا باب رزقه. بس تعرفين تعال شم ريحته بالليل وهو نايم، تقولين خروف متسدح. اموت 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 واعرف. انزين ايش بيحكم عليه عمي عبد الله؟ صح صح نسيت نسيت نسيت، عمي عبد الله يقول لازم تكتبي الدعوه بخط يدش وتشرحي فيها الموضوع والظروف بالتفصيل الممل ممل ممل. انت هنا ما طلعت؟ وين اروح يعني يا عمي وين اروح؟ جالس اقلب في هالقنوات هذه، انا فنان اريد اشوف تمثيل دراما. الدرامات هذه بتتكلم عنها انت؟ مسلسلات عمي مسلسلات، تمثيل واخراج. ايه خلك من هذا بتقول ابوك. عدوله قم قم باغي اكلمك. تفضل عمي. اقول لك عادل، هذاك الموضوع مو كلمتني عنه، تو انت صادق فيه ولا تمزح؟ اي موضوع؟ مالك عادل قمت تنسى؟ مو فيك. موضوع الزواج. من بيتزوج؟ لا اله الا الله، مالك كذا قمت تصرخ؟ قبض مره واحده مكبر الصوت. هذا الكلام بيني وبينك بس. عمك عمك باغي يتزوج. عمي انت بعدك ما نسيت؟ حد ينسى هذا الموضوع؟ الله يهديك عادل. وانت باغي تتزوج؟ ما هذا كان اقتراحك؟ هذا كان اقتراحي صح يا عمي، بس ذيك اليوم انا كنت يعني اريد اسايرك واواسيك، ما كنت متوقع ان انت فعلا راغب في الزواج. وليش ما راغب؟ راغب وما قدر. راشد بعد. اسمه راشد الماجد. بس هذين كيف تعرفهم عمي؟ عمك شباب شباب، بس الوقت ما في جانبه. بس قول لي من هي هذه الشقرة ابو قلت اللي عليها؟ من هي؟ ام عيون زرقاء. هيوة. الحين تسمعني يعني عمي؟ هيوة. مو قلت وانت ما سمعت؟ فضيلة القاضي، هذا كتاب رفع دعوة من سوزن ضد زوجها صالح راعي الغنم راعي صيده. بس يا بنت بس، وبعدين بس الشكل بس. ايش انزين انا رايحة، تريد شيء؟ لا، سير المطبخ وساعدي ملاك. ايوه زوجتك لازم تدافع عنها، ولانك انت القاضي اكيد ما نخاف منك. لسانها طويل استوى هالبنت، طبعا لانها ما اخذت عقوبتها كامله، لكن حسابك عندي يا نعمه. انا ما بتهاون مع اي حد مهما كان. عمي تعتقد ولدك عيسى بيوافق؟ يوافق ولا ما يوافق، انا يوم بقرر ما حد يقدر يمنعني البر. انت خليك مع عمك وخلي الباقي علي انا. ان شاء الله. ما كان جرس الباب؟ ايوه كان جرس الباب. عمي ما شاء الله من يوم ما فاتحتك في موضوع الزواج وانت سمعك كذا قوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك صرت حاسد؟ ما حاسد ما حاسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو عماد، تفضل. بغيت اشوف الاستاذ ابو عادل ممكن؟
ممكن، بس ممكن اعرف ليش؟ كيف بنظل وايد واقفين على الباب؟ لا لا، انت بتجلس وبتتفضل، بس لفتتني هالورقه مو في ايدينك هذه. بصراحه عندي موضوع مهم جدا، باغي ارفع دعوه على خالتكم عماد. ول 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 والله المحكمه عندنا انفتحت على البحري وبدت القضايا تزيد. ما يهمك ابو عماد، انت اعطيني الورقه وانا اوديها للوالد، قصدي لحضره القاضي. أوين تعال أبو عماد، تفضل، مالك واقف هناك؟ جالس تتصدد يمين وشمال، مو عندك؟ ها، كيف حالك أبو عيسى؟ زين الحمد لله. خبرني، متى بنشوف ولدك قريب؟ يعني عندك موضوع مهم ها؟ بيني وبينك، بقى أتزوج، وشفت ما حد بيساعدني في هذا الموضوع غير الأستاذ عبد الله. ها ايش رايك انت؟ هم من ناحيتي انا اشجع وباغي يتزوج. هيوة هذا شرع، وعنا ما خلينا بالشرع. ليش؟ وانت بعد باغي تتزوج؟ وانت مو رايك؟ يعني عاجب انك الحال المأسوي بو انا فيه؟ ومن هذه اللي بترضي فيه انت؟ ها؟ ما سمعت؟ الظاهر انه ما عجبت اخر جملة. بس يا فضيلة القاضي، يعني إذا وافقت فضيلتك هل ممكن المحكمة عندنا تتوسع وما أعرف فين توصل؟ هذين الجيران، والجيران مثل الأهل، فلازم نحاول نساعدهم ونوقف معهم. نعمة. ها؟ روحي غسل الصحون. ما أقدر، تعبانة. طبعا تعبانة، من اللي تاكلينه من الصبح لليل. أصلا من يوم ورايح ما أشتغل إلا زوجي حبيبي فاضل وبس، لأن جسمي بصراحة ما يتحمل الوقفة لفترات طويلة. سوسن تعالي غسل الصحون. آسفة يا ملاك، حالتي النفسية مزرية. كيف يعني؟ الشغل علي أنا بروحي؟ ياكل وحدة تاخذ الشغل يوم أو بنجيب خدامة والكل يتشارك براتبها. صراحة فكرة تجنن. انتي سكتي سكتي بس، وخليش بالأكل. أكيد مخلي عينك على وحدة لا؟ بصراحة أيوة. أبو عماد تراك طلعت ما سهل. ها وانت؟ انا عاد بتزوج ما وحده، وحده وبس، شقرة وعيونها زرق. ايوه عن طريق الخطابة ولد اخوي لعادل. اكيد هذه بتطلع وحده ممثلة. لا اذا كانت مشهورة وحلوة عادي عادي، واجدين تزوجوا مشهورات ممثلات وصاروا هم نجوم، يمكن أصير نجم. ما أعتقد يا زيد، ما أعتقد، إلا إذا كانت وحدة كمبارس وما لاقي فرصتها. أنا فرصتها الأولى والأخيرة. حالتك صعبة، صعبة واجد يا أبو عيسى. تفضل يا أبو عمار. كيف؟ لا يكون القاضي رفض الدعوة. فضيلة القاضي قبل الدعوة، وفي الورقة مكتوب التاريخ اللي لازم المدعي عليها معمات تكون موجودة. مين اللي راح يكون المحامي ويدافع عني بشرف ضمير؟ أنا. أنتي لا، ما يكفي اللي صار من وراش. وأنا أقول تخلي عادل المحامي أو يوسف، وإذا تبغيني أنا حاضرة. انتي؟ بويا زيد احسن. هذا ما كنا صالح ولا انا غلطان؟ لا انت ما غلطان يا ابو عماد، هو هذا صالح. ها
وليش ما سلم علينا يعني؟ أكيد صاير شيء. علمي علمك، بس أكيد حد مزعلنا ولا شيء. يا جماعة يا جماعة خلونا في الموضوع اللي احنا فيه. عمي طاح واستسلم للموضوع خلاص. صالح صالح صالح، قلت لك يا بنت الناس واخر عن طريقي، انا وياش بيننا المحاكم. اسمع، صدق من قال المثل، من طلع من داره قال المقداره. خليكي مع اهلك، خلي من فحوش، وانا بروح اقابل عزبتي وحلالي. واخري